اندفاع بهذه الصورة، شوط السرعة يبدأ بهذه الصورة، 18 رأسا تمثل 15 شعارا، اندفعت بهايف من الخارج للصدارة والمركز الأول في ظل مطاردة بيريزون. يبدأ هنا بهايف يذهب إلى السياج هنا لتأمين السياج بهذه الصورة في المطاردة من قبل بيريزون. يبدأ وكذلك الدسم وأيضا ما عليك يبدأ مطاردا في المركز الثاني برفقة الدسم، وكذلك وصول ومحاولات قدوم وليام تيل يبدا ايضا في الظهور هنا الصداره بهايف الدسم وانتظار ما عليك وايضا وليام تيل ينتظر، وكذلك حاولت باكيل للقدوم في المرتبه الخامسه. هنا بهايف هنا اربعه رؤوس تشتد المنافسه، هنا ال 400 متر الفاصله من يحسمها وليام تيل ام الدسم؟ يبدا ما عليك ايضا وليام تيل القادم من فرنسا يبدأ الظهور الآن إلى الصدارة إلى المركز الأول في ظل مطاردة الدسم. يذهب بهذه الصورة وليام تيل يذهب لانتصار جديد حتى الآن، وليام تيل الدسم مطاردا، وليام تيل التنافس يشتد يشتد يشتد، وليام تيل إذا يذهب إلى انتصار جديد سيداتي سادتي، هو الانتصار الثالث برفقة المتميز عبد الله الصاعدي. ألف ألف مبروك لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، للمدرب فهد بن سعد، للمتميز عبد الله الصاعدي الذي يعتبر